انترفيو مع زينة. زوز ضيوف نستقبلهم اليوم، نحكيوا سياسة واقتصاد بما أنهم بشهادتهم يقولوا ما نجم يتعدى الاقتصاد كم بالسياسة والسياسة بالاقتصاد. الخبير الاقتصادي معز حديدان، أهلا وسهلا. شحوا لك معز. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك ناشط السياسي قيس القروي، تحياتي. مرحبا زينة، مرحبا بكل المستمعين ومستمعات شمس الفيلم. والبداية نبدأها بآخر التطورات، تصريحات رئيس الجمهورية البارح في علاقة باللافامين، نجم نفهموها ولا لا سي معز؟ والله الاملاءات وما يجينيش من برا وحد ما يقرر فينا. شوف، كي تسمع الاطراف السياسيه في تونس وكي تسمع يعني المسؤولين في صندوق النقد الدولي، الحقيقه نجم نفهموا حاجتين. أيوة. وزوز يعني متساويين الحظوظ، يعني 50% 50%. يا اما معناها الدوله التونسيه قدمت برنامج جديد، والبرنامج الجديد هذايا فيه اقل املاءات واقل شروط، يعني هناك يعني باش يكون يعني برنامج اقل يعني وجيعه كما نقولوا احنا، موان دولور، فهمت؟ واللي هو يرضي ربما الدولة التونسية، وربما سيحاول إقناع صندوق النقد أنه نمر البرنامج هذا خير من لي حتى شيء، ويمكن الصندوق يقبل بهذا ويكون هو عمل التصريحات الصندوق أنه قربنا إلى حل. وإلا الفرضية الثانية أنه الدولة التونسية هي يعني باش تقبل بكل من يعني الإصلاحات اللي طلبها صندوق النقد الدولي، ولكن هناك يعني تأخير في الإعلان عن ذلك من الجانب التونسي، ولكن الجانب يعني الصندوق هو على علم بذلك واستبق يعني هذا التصريح اللي قام به جهاد عزور أنه الدولة التونسية هي ستنفذ هذه الإصلاحات وستمرر هذه الإصلاحات، ولكن لا نريد أن يكون ذلك معلن الآن، ولكن سنرجع إعلان ذلك. هذا من الحاجتين نجم نفهمهم يعني من كلام صندوق النقد الدولي ومن كلام رئيس الدولة ومن كلام الوزير المقالة. هذا الكل اللي نشوفوه مع بعضهم، هذا شنو نفهموه؟ فما دو بوسيبيليتي، ما فماش تروازيام بوسيبيليتي. معناه ماشي الاتفاق، مش قطعنا العلاقات مع لافامي، او الرئيس قال لهم لا ما تقولوش ان احنا تفاهمنا، انتم ما تقولوش. في الحاله الثانيه ماشي في الحاله يعني وقتاش ماشيين الاتفاق، اذا كان معناها الدوله التونسيه دون لي دو كا، انا نتصور صحيح هي دون لي دو كا نتصور ماشيين الاتفاق، يا اما اتفاق البرنامج الاصلي اللي قدمته الحكومه واللي اعطت عليه يعني الاتفاق الفني هذاك على مستوى الخبراء وهذاك، والا واللي هو ما نتصورش انا برشا. الحل الاولاني انه الدوله التونسيه باش تقدم برنامج اخر وباش تحاول تقنع به صندوق النقد الدولي باش يكون فيه برنامج واقعي اكثر، ما فيش برشا تنحيه الدعم، ما فيش برشا اصلاح مؤسسات، ولكن لا اعتقد ان صندوق النقد الدولي سيرضى ببرنامج اخر ابار اللي قدمته الحكومه في اكتوبر اللي كان اعطت عليه الخبراء يعني الاتفاق الخبراء. كان نرجع لتصريحات الايام الربيع بواشنطن، قالها الصندوق وممثليه الكل، قالوا نحن ما فرضناش املاءات، راهو الاصلاحات جابتها الحكومه والوفد المفاوض، لان هذيك الاصلاحات الوحيده، ما فماش حتى حل اخر، ما فماش اصلاحات اخرى. لازم رفع الدعم باش يكون فما اصلاح، والا اصلاح منظومه الدعم. دايوغ لافامي شنو طالبه من تونس؟ اصلاح المنظومه. لافامي لا قال لك صلح الدعم، لا قال لك رفع الدعم، قال لك عندك 14 مليار منهم 7 مليار دعم و7 مليار انترفونسيون تاع الدوله، يمشيوا 14 مليار يكلفوا للدوله في الميزانيه، قال لك صلح لي البوست هذاك صلحوا، انت تحب تنحي دعم، تحب تصلح امورك، اما قال لك لافامي عندك 14 مليار، عجز الميزانيه تاع الدوله 10 مليار دينار، اذا كان فما 14 مليار دينار تصرف فيهم الدوله بين الدعم وبين لي زوتر ترانسفير كالاعانات والفلوس اللي ماشيه لبعض المؤسسات العموميه تخسر في اموال، هذوما 14 مليار دينار يمشيوا هدرا بالنسبه للافامي لانهم يكلفوا غالي. احنا نحبوا نصلحوا منظومه الدعم في بيه باش يرحب بيك، تحب تنحي منظومه الدعم باش يرحب بيك صندوق النقد الدولي. نحن مشينا معاهم لابعد المدى، احنا مشيناش معاهم لابعد المدى، غير صحيح. يعني عرضه رئيس الجمهوريه ايضا في علاقه بالمؤسسات العموميه، هو رئيس الجمهوريه عارض اصلاح قدمته الحكومه، والاصلاح اللي مشات فيه الحكومه هو مقدم من طرف الحكومه، ولكن جات اي حكومه اخرى ستقدم نفس الاصلاح، لان هي هذيك الاصلاحات لازم نعملوها. الحكومه فاش مشات قالت في اصلاح منظومه الدعم، قالت فما دعم مش ماشي المستحقي، يلزم الدعم نصلحوا يعني توزيع الدعم يلزم يمشي المستحقي باش يولي من يكلفنا 7 مليار دينار، اذا كان ما عادش يمشي كان المستحقي بركه يولي يمشي يمكن نصرفوا 3 مليار دعم كهو دينار في العام، اكونديسيون يكون عامل اجراءات مرافقه.
بالطبيعة مش الناس ترفع عليها الدعم، مش الناس كلها الموظفين. هذاك علاش قلت لك بشي قديمة فما هذه بشي قديمة فما 3 مليار دعم، هذا إصلاح منظومة الدعم. السبعة مش بشي يوليو صفر، السبعة هو بشي يوليو 3 ولا بشي يوليو 4، باش يمشي وك 3 إلا المستحقين، ما عادش يمشي للناس الكل. وهذاك وحنا قلنا ديما اللي يلزم مراعاة الطبقات الضعيفة، وهذا لازم منه حتى الخبراء الاقتصاديين يقولوا فيه، البنك الدولي يقولوا فيه، معنا ديما يلزم يعني ديما اللي يحكي هو الضمان الاجتماعي وهذا كل يلزم نعملوه. اما اليوم ما فهمش علاش انه الدعم يمشي للناس ما تستحقوش، يمشي للتصدير او التهريب الى الخارج، يمشي للنزل الفاخره، يمشي للمقاهي الفاخره، هذا لا سبيل له. تضرب الطبقه المتوسطه اللي ماشيه وتضمحل اليوم. وقتها يلزمنا نعملوا حتى ابارتي دو كيل سوي نقولوا هذا ما يستحق الدعم ولا هذا لا. هذا كان حق، معناه من المفروض انه لو كان العمليه تقدمنا فيها المشكله اللي احنا عندنا بلوكاج. اما لو كان ما فيش فما بلوكاج، راي الحكومه قدمت يعني خيارات وقالت اي اقل من تيل غوفوني بار فامي هذا يستحق الدعم اكثر. اما هو احنا ما وصلناش حتى الاستاد هذا، بما انه احنا داخلين في عركه ما زلنا ما بديناش في المنظومه باش كيفاش نصلحوا، واحنا يقول لك لا ومره اي، معناها هذا مشكله كان. معناها حتى هوني الجانب السياسي هو عنده دخل كبير في تعطل هذا البرنامج وفي وصول الى اصلاح مع صندوق النقد الدولي، لان من شيره احنا حشتنا فلوس ونحبوا ناخذوا فلوس، ومن شيره ما نحبوش يعني نمسوا بالدعم، خاطر الدعم هو فما يعني جانب سلم اجتماعي كبير، وهناك يعني حتى السلم هذا الاجتماعي هو يلوش فيه يعني الطبق يعني المسؤولين في السياسه باش ما يعكروش الجو. دونك المشكله هوني ان بلوكاج، اليوم ان بلوكاج، اليوم رئيس الدوله هو ما ينجموش ينتظر انه صندوق النقد الدولي باش يعطي الفلوس ويقول له سي بون هات البرنامج اللي تحب عليه. لا يلزم نعرفوا راه المره هذه الصندوق ما هو باش يعطيك فلوس لما تعمل ولا ما فهميش هذه تو نسمعوا سمعنا برشا في المده الاخيره صايي وباش ناخذوا الفلوس من عند الفامي. ليه ما فهميش ولا بروف هاك ريت الاقاله اللي صارت، يعني كله مربوط ببعضه. الاصلاح مع صندوق النقد الدولي هذه المره وانا نقولها بما اني معناها نعرف اللي مسؤولين صندوق النقد الدولي قالوها بالحرف الواحد، عملنا معاكم العديد من التجارب وكل مره نعطيكم فلوس ما تصلحوش. قال لك المره هذه راني ماني نعطيك فلوس لما على الاقل تبدا في الاصلاحات. نرجع لك قيس القاري، تعليقك على تصريحات رئيس الجمهورية وإقالة الوزيرة السابقة للصناعة، هل نجم يكون على خاطر تحدثت على منظومة الدعم، تحدثت على أن الحكومة قاعدة تحضر في برنامج في ملابسات ولمسات الأخير؟ ديما نحكيه وإحنا على موضوع ديما نحكيه وعلى الدعم وعلى منظومة الدعم، وقت اللي 60% ولا أكثر من الدعم ماشي للطاقة، العجز الطاقي في تونس. وإحنا شفنا توا اللي عنا الحكومة هذه عندها عامين يمكن تخدم توا قريب العامين، منظومة الطاقة تعكرت ما تحسنتش، معناتها العجز الطاقي زاد، إنتاج الوطني نتاع الغاز والبترول نقص، ليتاب خاسرة فلوس، وقت اللي ليتاب نورمالمون ما تخسرش فلوس، ما شفنا حتى تحسن في منظومة الطاقة. الاصلاح نتاع الفوسفات ماشي بنسق بطيء جدا، وقت اللي فوسفات ينجم يدخل برشا عمله صعبه للبلاد. الفيمي سي اون ريسيت معروفه، معناتها الفيمي عنده وصفه يستعملها مع كل بلدان العالم، والوصفه نتاع الفيمي هي معاكسه تماما التصورات رئيس الجمهوريه. الوصفه نتاع الفيمي مرتكزه على التقشف، سياسه التقشف، مرتكزه على ان الدوله تتخلى على وظيفتها على دورها الاجتماعي، مرتكزه على ان الدوله تولي تتلهى كان باللي مينيستير ريغاليان، معناتها كان بالدفاع بالداخليه بالقضاء والباقي الكل نسيبوه للخواص. على خاطر احنا عندنا كلمه وزاره سياده، هذه نتاع السياده الباقيه متعنيناش، لا حتى وزاره التربيه هذيك هي الوصفه نتاعو في العالم الكل، والوصفه نتاعو هذه جينيرالمون عمرها ما نجحت مع حتى بلاد. يعني انا نعطيك معناتها الاكزامبل نتاع اليونان، اليونان الى يومنا هذا مازالت مدينه قريب 200% من الناتج القومي نتاعها، من الناتج من البي بي نتاعها، ما تحلتش مشكلتها. ولو اللي فيمي ما عطاهاش برشا فلوس، راه 10% عطاها من اللي خذاته الكل، الاكثريه الاتحاد الاوروبي هو اللي عطاها الفلوس. احنا في تونس ديما نحكيو على اللي فيمي ونحكيو على التقشف ونحكيو على ما نعرف شنو، وعمرنا ما نحكيو على خلق الثوره. خلق الثروه هو اللي به الفائده،
يلزمنا نخلقوا ثروة في تونس. لازم يكون عندك سياسة حكومة، سياسة جوستومون، عندك مش سياسة حكومة بركة، عندك سياسة حكومة، عندك سياسة البنك المركزي، معناتها سياسة مالية وسياسة اقتصادية اللي يلزمهم يتحطوا باش يخلقوا ثروة في تونس. واحنا ماناش قاعدين نخلقوا في الثروة، عندنا سياسة مالية اللي تخلي المستثمرين ما عادش يستثمروا في الاقتصاد الحقيقي، معناتها ما عادش يستثمروا في الصناعه، الصناعه اللي هي فيها الفالور اجوتي اللي هي دخل الفلوس. تخلي الناس معناتها تخير تحط فلوسها في البورصه على انها تعمل معمل ولا تعمل حاجه تنتج. علاش؟ خاطر البورصه دخلت عمان بار اكزومبل 14%. انا يعني عندي فلوس راقده ونعرف اللي البورصة باهي، مانيش باش ندخل منها 14، باش ندخل منها 11، باش ندخل منها 12. نحط فلوسي في البورصة، علاش نحط في، علاش نعمل في معمل وخدامة وإدارة ومشاكل وما نعرفش شنو ولاش؟ ونحط في البورصة وأنا رايض. بالتالي وقت اللي تعمل لي تو دانتيري أنت تمام نتاع 8%، قال شنو هو التضخم؟ 8% هو بيدو باش يزيد يخلق التضخم في تونس. على خاطر أنا كمنتج نتاع أي حاجة. راهو لي فري فينانسي هذوك باش نزيدهم في كلفه الانتاج نتاعي. معناتها جايينو دايغ استقلاليه البنك المركزي مع وضد سي حديدان، ولكن قبل نحب ناخذ رايك اليوم، وانت من الناس الداعمين لرئيس الجمهوريه، هل لازمنا نخرجوا في اتفاق مع الفامي ولا لا مش مهم، خلينا نعول على انفسنا، حتى العمله صعبه ما تنجمش تجيبها كي تعول على روحك. اجا نقول لك يلزمنا ساعه نخدموا باش نخلقوا الثروه، اهم حاجه معناتها الفوسفات لازم يرجع يخدم. اللغز هذا تحسن، ما تحسن ببطء، قاعد يتحسن ببطء شديد جدا. عندنا مقاطع، عشرات المقاطع نتاع رمل نتاع درشنو وكسترا اللي قاعدين عشوائي، معناتها يخدموا بطريقه عشوائيه ويصدروا بطريقه عشوائيه ويصدروا باسوام اللي هي طايحه ياسر على الاسوام في العالم، معناتها في على لي بري انترناسيونو ما تلهي بهم حتى حد، اللي هي نورمالمون وزاره الصناعه والطاقه تلهي بهم الحكايه هذيا بخلاف المسؤولين الجهويين والولات وكسترا. عندنا 7 حقول استرجعناهم في ماي 2022 نتاع نفط وغاز. 7 حقول، منهم مسكار، حق المسكار، منهم مسكار اللي هو من اكبر الحقول اللي عندنا في تونس. وين هما 7 حقول هذوما؟ شنو اللي صار فيهم؟ الانتاج نتاعهم وين قاعد يمشي؟ هذوما كانوا 100% ملك الشركات اجنبيه، واحنا كنا نشريهم من عندهم بالعمله الصعبه، هذوما ولاو توا 100% ملك للتوانسه. وين مشاو؟ في سوء الاداره ولا المشكل في غياب اراده من الاساس؟ انا بالنسبه لي انا فما فشل في الناحيه هذه، ما سوء اداره سير موجود، سوء الاداره معناتها انا سمعت حاجات ومش متاكد انت زاد راك سمعتهم، معناتها على بار اكزومبل على الرخص، شركه تابعه وزاره الصناعه ما استحضرش اسمها توا، اللي معناتها اوديت نتاع سيستيم انفورماتيك عطيته البيبلينات وراه حاجات من وراء العقل. اي نقول لك هذا عينه مما يحدث في اغلب الوزارات، اللي فما قله في برشا اداره، فما مونك تاع فولونتي، فما سيفري، فما قله اراده من داخل المنظومه باش منظومه الطاقه في تونس تتحسن. راهو الغاز، العباد اللي مربوطه بالغاز الطبيعي، الناس اللي عندهم غاز طبيعي في الدار مربوطين بشبكه الغاز الطبيعي، راهو زاد 3 مرات 3 اضعاف، مش 3 مرات، معناتها كان ب 280 ولا قداش ولا ب 800 قريب. العباد تراهنت مع ستيغ بالحق، راهو الفاتورات نتاع الغاز الطبيعي ولا تجي شيء غريب. بار كونتر اللي عنده دبوزه ماهوش مربوط بشبكه الغاز الطبيعي يخدم بالدبوزه ما تزادش الاسواق. وين العداله الاجتماعيه؟ راهو اللي مربوط بالغاز الطبيعي ماهوش بالضروره لاباس عليه ولا مترفه ولا اللي تحكي فيه الكل. ما ينجمش ياخذوا وزير، لازم يكون مجلس وزراء بالاجماع. رئيس الجمهوريه واضح يقول لهم الدوله التونسيه ما يلزمهاش تخلى على دورها الاجتماعي، ولكن توجه الحكومة ماشي في 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 ثنية أخرى، معناتها تمام اللي قاعد يزيد على خاطر فما تضخم. التضخم التضخم ماهوش مونيتير في تونس، التضخم ماهوش خاطر كي تجي ترجع أنت للتاريخ تلقى لي تونس كل عام الماس مونيتير في تونس تزاد بين 8 و13% عندها من وقت بن علي. ومازال متواصل، معناتها ما فماش كرياسيون تاع ماس مونيتير اكثر من العاده. التضخم قاعد جاي من الاسعار نتاع المواد الاوليه في العالم.
والتضخم جاء زادة من تلاعب اليسار بالدينار في 2016 في حكومة يوسف الشاهد اللي قرروا يطيحوا الدينار دنكوب 30 ولا 40%، اللي هو يخلق التضخم. التضخم جاي من كلفة، ماهوش جاي سي با ان بروبليم مونيتير، ماهوش حل انت تجي تحط تي ام ام 8%، معناتها انا كمستثمر باش ناخذ كريدي تي ام ام بلس 2 ولا تي ام ام بلس 3، نلقى روحي نصرف في 11% على البنكه، وقت اللي انا عندي تو رونتابيليتي نتاع 14 ولا 15%، نقول لك ما حاشيش بهم هال 4% هذوما اللي باش يقعدوا لي. سي معز تعليق. والله يا تعليقي فما برشا حاجات نأكد عليهم كما قالهم ضيفنا الكريم، اللي أهم حاجة احنا اللي نقصتنا في تونس هو العمل. عنا قاعدين نضيعوا في وقت في برشا متاهات اللي مش باش تهزنا لحد شيء. كي نحكيوا على ارتفاع سعر اسعار المواد الاوليه مثلا اللي هي كانت سبب في يعني التضخم في تونس، علاش من ليفور الكل ما ينكبش على انتاج هذه المواد مثل الحبوب مثل الطاقه؟ اليوم الطاقه عندنا معناها يعني خيار استراتيجي كبير ياسر لازم نعملوه ونعطيه التحفيزات الكل الممكنة للذهاب في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية. اليوم نشوفوا اللي أوروبا تحب تربط تونس بخط كهربائي، لأنهم هم يراو في الفيتور، قاعدين يراو في الفيتور اللي تونس باش تكون يعني مزود كبير نتاع طاقة كهربائية. وإحنا فين هذا في هذا الكل؟ إحنا مازلنا عنا ستيك اللي هي الدولة اللي مازالت تحكم تعطيك ولا ما تعطيكش باش أنت تي برودوي دو لينيرجي إلكتريك. معناها اذا كان نحبوا نحسنوا احنا برواحنا تايك ما مشاش برشا في تونس بالطبيعه، اذا كان نحبوا نبداو نحسنوا نبداو بين رواحنا، نبداو بالدوله وبهياكل الدوله والتعطيلات اللي تعمل فيها الدوله والبيروقراطيه الاداريه الاداريه وهذا الكل نبداو به وثقافه العمل. هذا من حاجتين. اليوم انا قلت قبل استيج يلزم نخرجوا مثلا السوسيتي ابار اللي هي تعمل مثلا الترانسبور دو الكتريسيتي وتولي هي انديبوندونت وتاخذ هي الريزو تاع استيج وهي تنقل عليه الالكتريسيتي اللي جايه من الانرجي فوسيل ولا الالكتريسيتي اللي جاي من انرجي سولير. وستيك تقعد هي تعمل لا برودكسيون و ديستريبيسيون مثلا، ما نخليوش ستيك هي تحكم في قطاع كامل، وخاصه نعرفوا فما تغول نقابي كبير. دونك هذا الكل العمل اللي نحكيوا عليه احنا، رغم انه الجامعه العامه للكهربائيه داعمه جدا في كلامك وكانوا ضيوفي الحقيقه وللامانه حقهم يتقال اللي تطرح فيه انت كل قالوه اكثر وماشيين ما ابعد من هكا حاجه بيه. دونك نبداو نصلحوا رواحنا نصلحوا مؤسسات، فما غياب إرادة سياسية بالأساس، ما فهميش تنسيق بين الوزارات وبين الوزارات اللي يحكم فيهم خاصة، ما فهميش تنسيق. أنا اليوم نبعث إيكيب تكور، كان ربحت نصفق كان خسرت النحيه، مش معقول. ما فهميش تنسيق بالكل، يلزم فما مسؤولية. يا سيدي احنا صندوق النقد الدولي كمان حبوش عليش ما عندناش الجرأة ونجبدوا الدوسي نتاعنا، نجبدوه كريمه هكاك نصارحه ونقولوا احنا ضد الاصلاحات هذه ضد الدعم. باش تعمل امباكت ليه اللي يرفض الاصلاحات نجبدوا الدوسي نتاعنا ونلقاو الحل نتاعنا اللي هو نعملوا على رواحنا. ما قال السيد الرئيس قال نعملوا على رواحنا، واش خص العمل؟ اما اليوم المشكل هو الكور تيرم، الكور تيرم هذاك هو المشكل، المواد الاساسيه باش نعملوا الكور تيرم. الكور تيرم يلزمك تمشي للصندوق النقد، دونك لابد منه. تحسن صادرات الفوسفات، والبنك الدولي يتحدث على ضرورة الاهتمام بجودة الأراضي في تونس، والحكومة هل وقع تحويل وزاري أم لا؟ مواضيعنا بعد الإشهار في استوديو شمس. شمس بيكم، مازلنا مواصلين كيف الكواليس في علاقة بالبلدان اللي خرجت من أزمتها الاقتصادية مرورا بصندوق النقد الدولي. اليوم نجم نحكيه على عائدات فوسفات نجم نعملوا بها على رواحنا. أستاذ معز حديدين، هل فعلا نجم نقولوا التحسن الموجود في صادرات الفوسفات بعد 7 سنين تقريبا كبوا أخذها، نجم نقولوا هذا أمل نحو الأفضل؟ الفوسفات من 3 أو 4 ركائز نتاع الاقتصاد التونسي، معناها مع السياحة ومع سياحة فلاحة فوسفات وانفستيسمون ديريكت اترونجي، استثمار خارجي مباشر. هذه من 4 حاجات الركائز الكبرى نتاع الاقتصاد التونسي. والفوسفات
ينجم يدخل برشا فلوس بالعملة صعبة للدولة التونسية، بما أنه شركة فصاص قفصة لما تقوم بالمعاملات نتاعها وتبيع هي تبيع بالعملة صعبة، نجم توصل يعني رقم المعاملات نتاعها مليار دولار. هذا مليار دولار يدخلوا انديريكتومون كاحتياطي في الخزينة أو في البنك المركزي احتياطي العملة صعبة. وكذلك ثاني شيء ما نساوش اللي آخر السنة شركة فصاص قفصة ممكن أنها تكون حقت أرباح كبيرة بقيمة ما نعرفش أنا 800 مليون دينار أو 1 مليون دينار. الأرباح هذيك هي بما أنها سوسيتي 100% بيبليك في آخر سنة تقوم ب يعني الفيرسومون بتاع الأرباح هذيك لخزينة الدولة، وهذوما يدخلوا في الميزانية بتاع الدولة في أو نيفو بتاع لي روسيت نون فيسكال سي لي روفوني دي بارتيسيباسيون، ويعاونوا برشا ميزانية الدولة. هذا شوف معناها قداش نجم الفوسفات يعاون إذا كان ندخل بركة مليار دولار رقم معاملات تاع شركة فوسفات قفصة. هذا مليار دولار باش يزيدوك في احتياطي العملة صعبة للبلاد. نجم تلقى انت احنا اليوم في اوت عنا باش نخلصوا 0.5 مليار دينار قرض ياباني بليان، وخاصة في اكتوبر باش نخلصوا 1.6 مليار دينار قرض اورو بوند بالاورو باش نخلصوه في 18 اكتوبر، يعني 1660 مليون دينار. على الاعتمادات هذه موجودة قادرين لا نجموا، اما نهارتها الريزيرف اون دوفيز باش يطيحوا لك ب 10 ايام، فهمت؟ مش نجبدوا من لي ريزيرف اون دوفيز 10 ولا باش يطيح ب 10 باش يطيح ب 10 ب 10 ب 15 نقارو احنا في 75. دونك باش ما نوصلوش، اما مش باهي انك تجبد من ريزيرف اون دوفيز. انا عابق على خاطر على قد ما باش تجبد من ريزيرف اون دوفيز عامل باش يحطوك تحت المجهر في التصنيف الائتماني، فوالا في التصنيف الائتماني، حتى المستثمرين الخارجيين، حتى اللي عندهم ودائع بالعمله الصعبه في البنوك التونسيه باش يخاف يقول لك انا تونسي غير مقيم عندي فلوسي في بنك الفلاني بالدوفيز، اذا كان انا باش نروح نهاريخ ما نلقاش دوفيز عم نجبدهم من تو. يعني اخطر شيء هانو كي يبدا يضمحل الاحتياطي اون دوفيز. دونك يل فو ميو احنا يكون بالطبيعه عندنا الفلوس هذيك باش نخلصوا من غير ما نجبدوا من الاحتياطي من الدوفيز نتاعنا. هذا نجم ياثر ايضا في علاقه باقتناء تونس للنفط مثلا اللي باش يجي البابور يقول لك لا ما نهبط لك الا ما تخلص كونتون الحبوب الصلبه وغيرها. هذا عشناه منذ السنه الفارطه، هذا عشناه منذ السنه الفارطه، والسنه باش يكون اسوء شويه على خاطر في الحبوب عندنا يمكن أسوأ سيزون تاع برودكسيون تاع يعني تقريبا 2 مليون قنطار، واحنا يعني كنا نجمو ننجو عملناو جو كخوا العام اللي قبل 6 مليون قنطار، وخاصة أنه في أحسن الحالات تونس وصلت يعني عملت إنتاج تاع 15 و16 مليون قنطار، لكن اليوم مع 2 مليون قنطار ساشون كو احنا الكونسوماسيون تاعنا فوق 20 مليون قنطار، يعني المرة هذه يلزمك تستورد 18 مليار قنطار، هذايا منين باش تخلصهم؟ عملة صعبة بالعملة صعبة بالطبيعة، ويلزمك تكون تخلص يمكن او كونتور ما كانش ما يعطيكش، يعني الصعيب مازال باش يجي كيف الحبوب النفط. هذاك علاش نقول احنا نخدموا على روحنا ونشمروا على ايدينا، نبداو بالانرجي رينوفلابل هذاك استراتيجي وفورا معناها نبدو نحطوا استراتيجيه كامله ونعملوا هيئه عليا بتاع الطاقه في تونس، وهي اللي تحكم في الطاقه، لا معناها هي تكون السلطه العليا واللي هي تعطي المارشيات واللي هي تفيكسي لي بري دو ترونسبور اللي تفيكسي لي بري نتاع اللي يبيعوا بيه الكونسيسيون اللي مخاطر. انت كي تنتج الطاقه الكهربائيه لازمك تبيعها للستيغ، هذاك زاد كيف الدوله والستيغ وما فيكسيو لي بري، لازمنا نعملوا معمول بها في عدد دول اوروبيه منها فرنسا اللي تشجع في المواطنين توا باش يصنعوا الطاقه نتاعهم، وكان الكونتور نتاعك حقق باكتفائك الذاتي وبالبانو فوتوفولتايك وفرت ما اكثر تشري عليك. هذا تاع النيفو دي ديميناج هذا معمول به توا، احنا نحكيو على الاندستري راهو على الاندستري على الصناعه حتى على اللي تبدا في المواطنين ديجا راك قلصت في الاقتصاد بالطبيعة سامحوني حتى انت حكيت على الرخص دايما كنت جايتك في إيه هما حتى في اللزمات راهو ما يعطيو للتوانسه كان اللزمات الصغار نتاع ميجاوات، اللزمات الكبار نتاع 100 ميجاوات يعطيوهم كان للشركات الاجنبيه 10 ميجاوات اي هذيك للتصدير معناتها في الاخر الشركات للتصدير اوكي ما حتى احنا باش نستعملوا منهم، معناتها شنو هو الكونترات؟ الكونترات مع ستيك انه الانتاج الكل تشريه ستيك كل وباش تشريه بالعمله الصعبه. بالعمله الصعبه صحيح. وقت اللي هذايا الشمس نتاعنا، هذوما دي بانو فوتوفولتايك ما لما فيهمش علم والدنيا تختار فورنيسور وتشري من المانيا ولا تشري من الصين ولا تشري من تحب وتركبهم، والعمليه ماهيش معناتها معقده جدا. وتنجم تعطي شركه توانسه، علاش تعطي للاجنبي؟ علاش نقعدوا احنا
معناتها مكتوب علينا أن نشريه الطاقة متاعنا بالعملة الصعبة، نشريه في الغاز متاعنا بالعملة الصعبة، نشريه في البترول متاعنا بالعملة الصعبة، حتى طرف البترول اللي ننجوها نصدروها خام وبعد نعاود ونستوردوها نستوردوها معناتها في شكل إيسانس ولا في عليه عليه ما نخدموش على الطاقة متاعنا، علاش ما نعطيوش لشركات التوانسة، علاش ما نعاونوش الشركات التوانسة باش ما نستحقوش باش نشريو الحاجات هذوما بالعملة صعبة. كنت ضيف في وقت سابق وأثرت الموضوع هذا في علاقة الكايد شارج معمول بالذمة بالذمة، الكايد شارج معمول باش ما تنجمش كتونسي كمستثمر تونسي حتى كان تحب تستثمر ما تنجمش. وزيد على هذاك أنا نمشي أكثر للفوتوفولتايك في الليميناج وفي لي سنتر كوميرسيو والمعامل وكسترا والإدارات والمكاتب والليسيات والفاكولتي وكل شيء والسبيطارات، على نمشيو في الاندوستريال على خاطر الاندوستريال الفوتوفولتايك ولا حتى الإيوليان الانتاج متاعهم ماهوش انتاج بيلوتابل، سكون ابل بيلوتابل معناتها ما تنجمش تتحكم فيه، معناتها ينجم ينتج لك توا الماكسيموم نتاع الطاقه تغيب شويه الشمس يولي ما عادش ينتج حومه كامله ولا حتى التو مضمون ولا معتمديه لا مش مضمون ولا معتمديه كامله يقص عليها الضوء. علاش؟ على خاطر فما اون باراليل اون سنترال تخدم بالغاز اللي بور كومبونسي يلزمها وقت، ما تنجمش في اون طون ريال ال كومبونس لو مانك. وزيد راهو الفوتوفولتايك اللي ما يعرفوهش الناس اللي راهو فوق ال 25 درجه راهو الروندمون نتاعو يبدا ينقص، راهو ما يحبش السخانه، يحب الضوء، يحب سي فوتوفولتايك يحب لا لومينوزيتي، ولكن ما يحبش السخانه فوق ال 25 درجه راهو الروندمون يبدا ينقص، وقتها لازم تلقى طريقه للتبريد معناتها باش تستعمل الماء. ذيك علاش احسن حقول نتاع نلقاهم في الوسط التونسي، يعني مش في الجنوب او مش في الشمال، احسن الوسط هو احسن منطقه نتاع انتاج الطاقه الفوتوفولتايك معناها. بار كونتر او نيفو انديفيديوال علاش الوسط بالذات؟ على خاطر مثلا الفوتوفولتايك اذا كانش تحطه في الصحراء في الصحراء ما يحبش الرياح الرمليه، ما يحبش يهلك والنور ما فيش ديما شمس، دونك الوسط هو احسن مناخ لل يعني انستالاسيون نتاع حقول نتاع فوتوفولتايك. دونك لازم هنا تشجيع من الدوله او الدوله تعطي ضمانات وتشجع البارتيكولي تشجع المواطن وتشجع هو القانون موجود نتاع التشجيع، القانون موجود وعندنا تروا ريجيم، عندنا ريجيم اوتو كونسوماسيون هذا عندي انت تنجو الاكسيدون تبيعوا الستيك تبيعوا معناها الستيك ش معناها الستيك تشريها عليك فهمت، وفما لو ريجيم دوتوريزاسيون هذا معناها انت تنتج مش للكونسوماسيون تاعك لك تنتج باش تبيعه الكل للستيك هذا بين 1 و10 ميجاوات، اللي اكثر من 10 ميجاوات هما لو ريجيم دي كونسيسيون هذا موجه اون توتاليتي للاكسبور. وعلاش هذا ما نجموش يعملوه برشا تونس؟ لانه يتطلب انفستيسمون كبير ويتطلب ان سافوار فير كبير، هذاك علاش لي غروند سنترال اللي اكثر من 10 ميجاوات نعملوا ابل دوفر بور لي، اما هو تستنفع منه تونس علاش تستنفع منه؟ يعني اللي ياخذ المارشي ويصدر باش يدخل عمله صعبه للبلاد. وهذا نجيو لمشاكل التمويل، على خاطر مشكل التمويل في تونس مشكله راهو كبيره كبيره، من اكبر المشاكل اللي عندنا في تونس اللي يمنعونا من خلق الثروه هي مشكله التمويل. توا نجيو على البنوك، فما شركه في 2000 مانيش باش نسميها باش ما نعملش بيبيسيتي، فما شركه في 2011 اللي هي كانت مصادره من عند الدوله شركه اتصالات وشريت 90% منها شركة أجنبية. الشركة الأجنبية كيفاش شريت 90% هذوما؟ شريتهم من عند تمويل من البنوك التونسية، معناتها فما تلموا من بعضهم أربعة ولا خمسة بنوك كونسورسيوم دو بانك ومولوها أكثر من 1000 مليار، أكثر من 1000 مليون دينار، أكثر من مليار دينار معناتها. وقت اللي نجيو نحكيو على حقل الزرات بار اكزومبل يلزموا 1 مليار دولار، هذا الرقم ما نعرفش شكون جابو 1 مليار دولار، الله اعلم ينجم يكون صحيح كما ينجم يكون غلط. نقولوا تجي وزاره الصناعه والطاقه تقول لك ما نجمش ما عنديش فلوس، علاه ما عنديش؟ استنى انفستيسمون، استنى انفستيسمون، اعمل يونيتود دو مارشي وبرا دور في العالم شوف شكون يمولك، معناتها كي يبدا انفستيسمون رونتابل وقت اللي تعمل انت البزنس بلان تاعك وسي انفستيسمون رونتابل وتنجم ترجع فلوسك في 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين، راك بالضروره باش تلقى شكون يمولك، ما تنجمش ما تلقاش، مستحيل مستحيل. وفي برشا حاجات في الفوتوفولتايك في اللي تحب انت
يقول لك ما نجمش. انت كيفاش مسؤول وقت اللي تجاوبني بالجواب هذا؟ انت مش ماكش مهمتك باش تقول ما نجمش، مهمتك باش تقول النجم. راهو اليوم كان ما تنجمش الدار. الاستثمار في القطاع الطاقه المتجدده والقطاع الفوتوفولتايك فما العديد من المشاريع، وفما برشا من الناس يحبوا يستثمروا، لكن 90% منهم يقول لك نخاف ان نستثمر وبعد ستيك ما تعطينيش الركوردومون، لانه صارت العمليه وصارت العمليه حتى مع بروجي عملته الدوله بيدها، عملته الشركه تاع النفط اللي شو اسمها ليتاب، هي مع يعني فما شركات تقول لك انا ماذا بيا نعمل اما ما نحطش انفستيسمون كبير ياسر وبعد تعطلني عام خاطر البروجي هذا حضر وتعطل عام ولا عامين وستيك ما عملتلوش ريكوردمون بتعلت انه المشكل نتاع الريزو ديستريبيسيون ما يسمحش باش يعمل بيردورباسيون. عاد انا ننفستي نزيد ننفستي من توا اكثر في الريزو في الانفراستركتور باش نحضر انا لي فيتور بروجي باش وقت نقول نعولوا على الريح، باش نقولوا نعولوا على الريح نعرفوا على شنو قادمين. نادي باريس قراب منه ولا من بعاد؟ والله النادي باريس اش باش نقول لك قراب منه ولا بعاد، انا نحب نوضح حاجه، راهو نادي باريس هو يخص لاديت بيلاترال، ما يخصش لاديت تاع المارشي فينانسي اللي قلت لك عندنا زوز باش نخلصوهم في اوت واكتوبر. ديون الثنائيه يعني؟ ديون الثنائيه، لكن عنده ارتباط كبير بالمولتيلاترال، خاطر وقت اللي انت تبدا عندك مشكل في خلاص الديون الثنائيه باش يكون بالطبيعه عندك مشكل كذلك في خلاص المولتيلاترال. تولي شنو يصير؟ يعني تمشي للمولتيلاترال كما لا فامي والبنك مونديال ويطلب من الشركاء نتاع في نادي باريس ان هما يمولوك، ومن جمله التمويلات هذيك اول حاجه باش تعمل ريستركتوراسيون نتاع الديت نتاعك مع البيلاترال، ويزيدوا يعطيوك فلوس باش تخلص المولتيلاترال. المولتيلاترال ما فيهش غوبور دي شيونس، لازم يخلصوا، اما هو كلزم لا فامي اذا كان دخلت انت في نادي باريس يزيد يعطيك فلوس جوست باش تعمل رومبورسمون ولا حتى رومبورسمون اونتيسيبي نتاع الديت نتاعك. تقول لي احنا قراب ولا مش قراب؟ والله انا ما نحبش نقول قراب على خاطر اليوم اللي راهو فيه وهذا الرفض الكلي ان ناخذوا احنا ديون عند صندوق النقد الدولي، واللي جميع الديون الاخرى هي مربوطه بالصندوق، نقول لك انا ما نعطيك لما ناخذ ضمان، والضمان نتاعي انا باش نعطيك انك انت تمشي تعمل برنامج اصلاح مع صندوق النقد الدولي. كان ما تعملش برنامج اصلاح لواش نعطي فيك انت عام الجاي باش تلقى روحك في نفس البوزيشن. ما نجموش نحكيو على التعاون التونسي الصيني، ما نجموش نحكيو على دول الخليج، كل الدول الضمان نتاعها هو انك تصلح الوضعيه نتاعك، واصلاح الوضعيه هي وصفه واحده. ما تخرجش مع لا فامي باتفاق يقول تعطوا برد دوله ما عندوش غارونتي. الشينوازي ولا السعودي ولا الاماراتي الغارونتي نتاعو هو انك تصلح في نطاق البرنامج مع صندوق النقد الدولي. والبريكس، البريكس هذية أين نحن من البريكس؟ يعني لازم نعرفوا اللي راهو البريكس، احنا كيفاش ندخل البريكس لازم هما يعرفوا انت شنو باش تقدم للبريكس. كو بوفون نو اوفريغ او بريكس؟ خاطر هما دول عندهم مصلحة، نوع من المصالح. الصين عندها تحب امتداد اقتصادي، روسيا تحب يعني دفاع دبلوماسي شوية، وكل حد عنده مصلحة. الجزائر مثلا طلبت الانضمام للبريكس منذ 22 نوفمبر 2022 وجهزت لهذا بخط الحرير، وعه فما قمة ستنعقد في جنوب أفريقيا، بما أنه جنوب أفريقيا تترأس مجموعة البريكس باش تعقد في أوت 2023، وباش يعطيوا رأيهم يوافقوا على الجزائر ولا، وحتى كي باش تدخل الجزائر باش تدخل كعضو ملاحظ. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية، راهو البريكس ماهوش أداة تمويل بيجيت ليتا أبوي بيجيتير. البريكس عنده بنك اسمه البنك الجديد للتنمية، وهذا البنك لا يمول إلا المشاريع نتاع ديفلوبمون ديورابل، يعني البنية التحبية والتنمية المستدامة. كان احنا ناويين مش نمشيو للبريكس خاطر روسيا ولا الصين باش تعطينا دعم للميزانيه، هذه راهو مش صحيح. راهو هما يدعموا يمولوا المشاريع نتاع التنميه نتاع الانفراستركتور نتاع الديفلوبمون ديوراب. هذا كان دخلنا من لون فيسا، معناها عندنا حظوظ ولا ما عندناش؟ الناس اللي تحكي على البريكس وعلى طز في امريكا، نحن ماشي اليوم ينجم يكون فما حظوظ. علاش؟ لانه اليوم فما تحول كبير قاعد يصير في العالم، هو انه فما يعني هالانقلاب على الدولاريزاسيون في العالم، بالعديد من الدول اليوم تحب يعني تكون عملة جديدة ونخرج من سيطرة والهيمنة نتاع الدولار. ممكن يكون البريكس اليوم هو في حاجة انه يوسع عدد البلدان الاعضاء فيه، لكن انا نقول لك راهو البريكس كي يمشي يتوسع باش يمشي للبلدان اللي يعرف عندهم وزن واللي نجموا يقدموا حاجة للبريكس. ماذا تستطيع تونس ان تقدم للبريكس؟ اليوم احنا في حاجة للبريكس وليس البريكس اللي هو في حاجة لينا. المنطقة نتاعنا الموقع الاستراتيجي والجيو استراتيجي لتونس ممكن يكون يعني ملف انه ثنائي جزائري تونس وانضمام كشمال افريقيا، وقتها يكون عندنا وزن.
اما اليوم كان باش نعملوا ملف وحدنا باش ندخل يمكن لربما انضمام الجزائر يكون يساعدنا نحن كبلد معناها لدينا جوار مع الجزائر ممكن يكون في نطاق كما قلت لك البريكس عنده رغبه في توسيع يعني العدد تاع اعضائه في هذه الحرب القادمه التي هي يعني ضد يعني العمله الواحده والمهيمنه في العالم هي يعني الدولار. وتبقى من الوقت خليته للسياسي سي قيس القروي في علاقة بالبرلمان اليوم الكتل تقريبا بدأت تتكون عاجزين على ما يبدو حتى اللحظة هذه انهم يعملوا انتخابات رئيس كتلة باستثناء صوت الجمهورية ما سمعناش ودايغ انتخبوا امرأة على الأقل رئيس كتلة ما سمعناش بقية الكتل سي وصلوا الانتخابات من المفروض يكون عندهم رئيس كتلة نائب رئيس واضحة الصورة يبدأ يخدم على رواحة شنو المانع. إيه هذه حاجة ما يزمهش تعطل سير البرلمان معناتها ما يزمهش تعطل عمل البرلمان تو عمل البرلمان عنده شهرين وهم قاعدوا في النظام الداخلي ومعطلين معناتها ما بداوش يخدموا وقت اللي النظام الداخلي كان فما نظام داخلي قديم كانوا ينجموا يعدلوا فيه وكها ومش لازم يبداوا من ورقة بيضاء مانيش فاهم علاش قاعدوا شهرين وعندك أربع أيام وتوفى الأجل شهرين ما تجيش شهرين وش قاعد تعمل انت برلمان شهرين ومن بعد باش يجيو شهرين ولا ثلاثه عطله برلمانيه وما نعرفش شنو وقتاش باش تخدم انت وين الناس اللي تحكي على عنده 90 و89 نائب و21 يكذبوا ماني قلت لك انا جيت بحذاك هنا وقلت لك راهو يكذبوا تتذكر ولا قلت لك قداش من برا راهو يكذبوا فماش منها الحكايه فماش هذا 90 و80 نائب وما نعرفش شنو ما فماش وجود الكتل من عدمه ما يزموش يعطل سير البرلمان على خاطر في الاخر انا كان جيت موجود في البرلمان كان جيت نائب في البرلمان وعندي فكره نتاع مشروع قانون حتى شيء ما يمنعني باش نشوف 10 نواب اخرين ولا 9 نواب اخرين نقنعهم بمشروع القانون متاعي بالجدوى متاعه اللي هو يخدم المصلحة العامة ونقدم مشروع القانون من غير ما يكون فما كتلة مش لازم فما كتلة معناتها تنجم تقول كل يوم فما كتلة أخرى أنا وقت اللي احنا سمعنا وقت اللي نجيب باش نصوت وقت اللي نجيب باش نصوت على مشروع قانون كسوا مشروع قانون قدمته الحكومة ولا قدمته رئيس الجمهورية ولا قدمه ولا قدموه نواب بيني ضميري يحكم فيا باش نصوت بنعم او لا مش كتله تحكم فيا ما كانش واش نقدم في روحي انا كان فما كتله باش تفكر في بلاصتي ما فماش معارضه في راهو هذه فكره المعارضه في المطلق معناتها معارض ديما نعارض من الصباح لليل نعارض ما نعرف كان نعارض ما فماش ثاني طبيعي يكون فما مؤيد لا غلطه كبيره باش يكون فما معارضه يلزم فما بلوك مع الحكومه الساعه من اصله وين البلوك اللي مع الحكومه ابار هذي انا كمشروع معناتها يتقدم لي مشروع كنائب يجيني مشروع قانون يقنعني كي نقراه نقتنع ان مشروع القانون هذاك يخدم المصلحه العامه نصوت بنعم كي نقراه ونقتنع اللي هو اللي هو ما يخدمش المصلحه العامه وقتا ولي معارض قدمته الحكومه مقدمه رئيس الجمهوريه القانون مش مشكل ونقراه انا ما اقتنعتش اللي هو يخدم المصلحه العامه نصوت بليه نجم نكون نهار معارض ونهار مانيش معارض معناتها هذاك هو اللوجيك تقول اما باش اللوجيك تقول انا مقتنع بالنص معارض يكون المط... معاه واش مقتنع كل حاله بحاله معناتها انت والنص القانوني اللي يقدم له علاش ليه علاش ليه انا بدي ما لو كان نمشي البرلمان نكون عضو ما نحبش نكون تابع حتى كتله ما تحبش تنبوزي علي انا نجم مره نفوتي معاك في المشروع ومره نفوتي ضدك في المشروع اللي قدمته يعني انا وش هي اقتناعاتي بالمشروع هذاك. رئيس الجمهورية تحدث البارح في تصريح وفي جملة هبطت في بيان رئاسة الجمهورية مثيرة جدا للجدل. الرئيس يقول لا يزال في ذهنه أنه يعمل حسب أو في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له أن لا يتحمل أي مسؤولية. وأول البعض وأنه الكلام هذا ينجم يكون مباشرة معني به رئيس البرلمان العميد إبراهيم بودربيلة لأنه استقبل صحفيين استقبل وفود أجانب ويمارس في دوره كرئيس برلمان. هل لازم يكون عنده تبعية لرئيس الجمهورية وما هوش برلمان نافذ وكما قالوا هكا جماعة بيرو دوردر وكهو ولا اللي رئيس الجمهورية لهنا ربما قاعد داخل في صلاحيات البرلمان ورئيس لا البرلمان لا كان هو يعني بكلامه رئيس البرلمان مانيش معك بالكل إبراهيم بودربيلة اللي استقبلهم الناس كل اللي جاوه معناتها الأكثرية باش يهنيوها على رئاسة البرلمان مش حاجة أخرى ولكن أنا بالنسبة لي أنا المساج هذاك موجه للحكومة
شكون اليوم يجلس على معدين الحكومه؟ معناتها حاجه من اثنين، اما انت ويسحب روحه في ظل الدستور السابق. اما انت مع تونس ومع السياده الوطنيه ومع الشعب التونسي ومع الاراده نتاع الشعب التونسي، والا مع اطراف اجنبيه، اما باش تكون بين البنين ما تنجمش. كيما شكون؟ شكون اليوم نجم نقولوا راك انت ما زلت في ظل الدستور السابق؟ انا كي نفهم كمواطن بسيط، يعني الدستور السابق كان فيه رئيس البرلمان عامل لا الدستور السابق يقول الدستور السابق كان عندنا ثلاثه الدستور السابق يقول قالي الحكومه تعوم بحرها، الحكومه هي تقرر وحدها، معناتها رئيس الجمهوريه ما يحكمش في الحكومه. وقت اللي الدستور هذا هي فما سياسه في سياسه الدوله يحددها رئيس الجمهوريه والحكومه لازمها تطبق، مش رئيس الجمهوريه يحدد سياسه الدوله والحكومه تمشي في ثنيه اخرى. شكون اليوم اللي قاعد على مقعدين؟ بالنسبه لي انا المساج موجه ديريكتومون رئيس الحكومه، رئيس الحكومه هي اللي كانت مقابلته، هو اللي استقبلها نهار او بعض الوزراء مثلا، الوزراء اللي يمكن اعطاو تصريحات انه احنا قربنا من اتفاق مع صندوق النقد الدولي. تحكي على وزيره الصناعه؟ ربما مش وزيره الصناعه برك اللي تكلمت، مش وزيره الصناعه برك، فما اللي يتكلموا قالوا قربنا من الامور سافا وقاعدين ماشيين وباش نقدموا في الاصلاحات وهاو بيانتو. دونك هذايا ربما مش الوزيره الاولى، ولكن الوزيره الاولى هي ما نسمعوهاش مالوغوزمون للاسف. جوستومون معناتها تجوش تكون جالس على مقعدين بما انها في صف رئيس الجمهوريه. لكن الوزيره الأولى الوزيرة الأولى تحرك برشا على الأكور مع الإفمي بأي طريقة، بأي طريقة، وشفناها اش عملت في دافوس وتعنيق وبوس وما نعرفش شنو. شنو الدور هذا؟ شنو مش دورها؟ تكون جافة تخايل أنت ياخذوا القرارات بالتعنيق والبوس. اي ما سيدي ما تجيش تقول في قطيعه مع العباد تقول لي عايش كتقرب ليش قصقر ينبر عليه في الراديو. لا انا ايجا نقول لك، انا واحد من الناس ضد ان تونس ما تعمل كان على كريدي الاف ام اي. يا خويا نحي حطه على جنب، مانيش بتاخذ كريدي الاف ام اي، ماهوش باش يعطيني الاف ام اي، ونلقاو حلول، يلزمنا نلقاو حلول بالسيف علينا. احنا نحكيو فيهم هالحلول، راك ما تنجم تمشي لهم وتعول على لا مانيش قاعد في تحركات. حل محل سيء جدا، ما نمشيوش للاف ام اي ونعلنوا اللي يحبوا من عندنا فلوس نقولوا مانيش نخلصوكم، ما نخلصوكم. لا عليه انا مانيش قاعد في تحركات دبلوماسيه ولا تحركات من الحكومه بيدها باش يمشي ويدود برا دور العالم، دور واعكل وبرا لوج ودائع، برا لوج تمويلات اخرين، مانيش قاعد نرى في نرى في حكومة. نرجعوا للتعاون الثنائي. مشاو للسعودية، مشاو للقمة الصينية العربية، مشاو ما فماش كان السعودية، اللي عنده فلوس باش يعطيك مشاو لهم. دول الخليج والصين ما تنجمش تخرج معاهم. الصين ما تعطيكش سكاكة، الصين تقول لك اعطيني ليستا نتاع المشاريع الكبرى اللي عندك وتعطيني كونسيسيون على 50 سنة. كلهم حتى السعودية ولا تحب هك. وبصفتك خبير اقتصادي انت اكثر واحد ينجم يفهم لنا التقشف وماذا بينا تحل معنا الشفره. رئيس الجمهوريه يقول كل مسؤول في كل لحظه لازم يكون في خدمه الدوله التونسيه وفي خدمه المجموعه الوطنيه ويكون مثال يحتذى به في الانضباط والتقشف سواء في العمل او خارج العمل. التقشف داخل العمل نجم نفهمه، السفرات وغيره والندوات، خارج العمل كيفاش؟ ومن معني بهذا؟ ليس لدي علم. إذا كان يقول هكاك خارج العمل، ربما فما هناك يعني من موظفين أو موظفين ساميين للدولة اللي هما يستعملوا في أموال الدولة لأغراض خاصة. معناها هذا شنو نجم نقصد به خارج العمل؟ معناها نجاوب كان يقول لازم إقالة أوتوماتيك، ما كان هو يستعمل في أغراض الدولة في خارج العمل تم إقالته كما تعمل البلدان الراقية. صحيح بالطبيعة. تفكر أنا رئيس حكومة فنلندا ولا يعني خذيت بالكارتة نتاع الوزارة، خذيت شريت قهوة يعني هي قدمت استقالت أي مش معناها احنا بعد برشا. شكون يقصد قيس القروي بضرورة التقشف سواء في العمل أو خارج العمل؟ شكون خارج العمل قاعد من السادة الوزراء ماهوش يمارس في التقشف؟ والله يجي نقول لك تو نشوف هذا رئيس الجمهورية بار اكزومبل وقت اللي بدلت الكراهب نتاعها. نعم شريت أرخص كراهب موجودين اللي هما الشيري بالحق راه تعمل بيبليسيتي انت ميساج ماركة صينية من أرخص ما فما في تونس. الوزارات مطالبين باش يعملوا نفس الشيء باش يتقشفوا.
في المصروف مثلاً مش لازم تشري 20 مرسيدس و10 باسات وكهرباء ب 200 مليون ولا تخرج كهرباء من الديوانه وتقوم في حل وربط. خلينا منها بالحكايات هذيك، خلينا بالحكايات هذيك خاصة في وزارات ما يستحقوش كل كات فوكات كل سوبر لوكس معناها اش تعمل بيها؟ مش الدور تونس كل ما تستحقش كهرباء. ثم تلاعب كبير بنويت ليسانس اللي هو ما عنده 10 سنين وبحب مرسيدس مربوطه بالوزاره وتقف الغادي توا ولينا في الكويسانك والسيس اي توا حتى وزاره الشؤون الدينيه كراب تاع احمد بركله معناها فهمت تقول شو يعملوا بيهم تقاشف ولا مش تقاشف شنو هو باب حكايه وزاره الشؤون الدينيه حاجه تصير ديما راهو كل كراب اللي تفكهم الديوانه تعطيهم الدوله بابا بارابول ملف في مشكله تفكت المواطن عيني عينك مواطن كرهبت مولا ما ظنش راهو كان الديوانه تتاخرت القانون راهو فما اجالي وكل مواطن محترم تحي هو حاط الكريبة كل يوم يمشي يتفقد فيها الذهب لا يا جد شنو قاموا معاه بالواجب لعبوا له كان ما جاش فيها تفاصيل غير واضحه ما كانش القضاء في وتحيه ليه دايوغ قاضي التحقيق في بن عروس اللي حكم وفك الكهرباء ورجع ما عليناش في السياره العجيبه التقشف ربي التقشف كلمه مهمه ياسر تو احنا كي نحبوا التقشف نبداو باهم بوست يكلف ميزانيه فلوس اللي هو الاجور نتاع الوظيفه العموميه اللي هو 21 مليار دينار كل سنه يعني تقريبا 1.6 مليار دينار كل شهر يلزم وزاره الماليه تقوم وتقعد ويلزم تخلق بي تي ا بنك مركزي اللي هو مبلغ شهري كبير جدا 1.6 اسكو اليوم كي نجيو نشوفوا حسب انا ما عرفتش معناها حياتي اليوميه انا الرأي اللي فما برشا ساعات نمشي انا باش نخلص فاتوره نتاع اداره عموميه نلقى على 5 جيشيات جيشي برك باش نخلص باش نطلع ورقه ولا باش هذوك ما همش يخلصوا فما 5 شهري يخلصوا يعني نبداو بالتقشف ما غاديك اللي تبدا انت في الخدمات الاداريه ولا او الشركات العموميه اللي انت اوبليجي عليك انك باش تمشي تخلص فاتوره تاع ستيك ولا سونيد ولا اللي هو تلقى صف قد الواحد وتلقى 5 جيشيات برك الله محليهم نيميرو كل شيء لكن تلقى واحد برك يخدم نبداو من غادي التقشف من الادارات ومن المؤسسات العموميه ومؤسسات الخدمات زيد اللي تتعطى سوايع زيد عباد ما هكاك وهميه مع تعليقك على التصريحات اللي اثرتهم رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي في علاقه بشبكه محرري الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وامتدادها لتونس. أنا ما نسمحهمش تصريحات أرى مهمين أنا ما نسمحهمش أنت خاطر هوني تعمل في السياسة لا بالحق ما نسمحهمش بس ما عفهمش بالحق ما نجمش العلق خاطر ما سمعتش التصريحات بتاعها أستاذ شكرا جزيلا في وعزة جدال على حضورك معنا شكرا لك سي قيس القروي شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة صوتكم توصل توت سويت في ريبوندور بعد الأخبار مع خولة سليتي أجمل تحية زينة زيديو كان فريق استوديو شمس شاهي طيبة في الأمان